هو بس هو شغال في الامارات، كابتن خالد بيومي. اه حبيبي هو باعت لك رساله، هنشوف هيقولك فيها ايه ونرجع تاني نكمل الكلام. اتفضل. انا مبسوط جدا جدا انا في حضره واحد من اساتذه الرياضه والاداره الرياضيه في جمهوريه مصر العربيه، واحد تتلمذنا على ايديه ازاي نتعلم فن الاداره وفن كمان الرياضه. هو موهوب، موهوب جدا في عمله، موهوب كمان في فكره ازاي يدير الرياضه والاداره. هتكلم على الدكتور عبد المنعم عماره، وشهادتي فيه مجروحه لانه واحد من افضل الوزراء اللي تولى اداره وزاره الشباب والرياضه في فتره كانت كره القدم والرياضه فيها كانت بتمر بمرحله انعدام وزن، ولكن على ايد الدكتور عبد المنعم عماره شفنا نهضه حقيقيه، شفنا صالات مغلقه، شفنا حمامات سباحه، شفنا تطور كبير جدا في كره القدم والاداره الرياضيه. دكتور عبد المنعم مش رياضه بس، ولكن هو موهوب في كره القدم، عشان كده مدرسه الموهوبين في اسماعيليه خلقت لعيبه كتير جدا ونجوم كبار جدا كانوا في اسماعيليه من نجوم تتلمذوا على ايد الدكتور عبد المنعم عماره. لو اتكلمت عليه كوزير فطبعا واحد من افضل الوزراء اللي جم في تاريخ مصر في وزاره الشباب والرياضه. كمحافظ يكفي ما حققه في اسماعيليه كمدينه سياحيه، كانت وما زالت هي المدينه السياحيه رقم واحد في جمهوريه مصر العربيه. تحياتي للدكتور عبد المنعم عماره، وتحياتي لبرنامج المجري كابتن مصطفى عبده، ومبسوط جدا جدا ان انا موجود مع الدكتور عبد المنعم، لان انا فاكر كلمه في اول لقاء حصل بيني وبينه بعد التعيين في مجلس اداره النادي الاسماعيلي. قال لي اوعى تبص للكرسي، اشتغل الصالح العام هتنجح نجاح كبير جدا. واعتقد ان انا يمكن في المجال بتاع عملي انا واخد كلمه الدكتور عبد المنعم عماره، لانه فعلا استاذ ومدرسه في الاداره الرياضيه. تحياتي يا دكتور، واتمنى لك كل التوفيق، واتمنى اشوفك في منصب الاتحاد، اي لجنه اولمبيه لازم مصر تستفيد منك، لان فعلا اداره كبيره جدا في الاداره الرياضيه. تحياتي يا دكتور. هتقول ايه للكابتن خالد بيومي؟ برضه ما خدش حظه يعني اداريا، شفته كنت شايفه اداري ناجح. لا انا بتكلم مستوى التحليل الفني ولا يعني طبعا يساعدك لو انت هتعمل مجموعه زي بتاعه امريكا دي، يبقى واحد من الناس اللي يحطوا تطوير كره القدم المصريه او برنامجها او سياستها. شخصيه رائعه بصراحه. لا شخصيه رائعه، واسمع تحليله تحليل. لا انا متابعه مع فقره النادي الاسماعيلي، كان اتعين فيه وسابه ما تلاقي الدنيا بايظه، مشي استقال. حدش بيستقيل ابدا بالاتحادات والكلام ده. لا انا سعيد ان اسمع صوته، وبشكركم ان انتوا جبتوا الكابتن خالد. طيب يمكن قال كلمه هنا وكلمه مهمه جدا، لو عرض على الدكتور عبد المنعم عماره وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسماعيلية، لو عرض عليك إنك تمسك لجنة أولمبية أو تدير الكرة في مصر، هل في مانع من الكلام ده؟ مصطفى أنا بعد بعد ما طلعت بشوية صغيرة الرأس كان عايز يرجعني تاني. وفي نفس الوقت بعت لي رسالة عشان أمسك اتحاد الكرة. اتحاد الكورة. حتى أياميها كلمت عصام عبد المنعم وبتاع. أنا فاكر. فطبعا أنا يعني حتى عندي بنت متشددة شوية، قالت لها بابا يعني عايز أفهم، يعني أنت تروح تقعد مكتب الوزير بره وأنت كنت وزير؟ ما ينفعش يبقى وزير والله يا بابا ما أخش لك البيت تاني. يا خبر أبيض. والله. فكان يعني كان صعبة جدا، بس أنا اتحمست لرأس مبارك، يعني كان متحمس يعملها. فانا بدات اتكلم وبتاع، بعدين تراجعت طبعا انه برضه صعبه قوي. فكرت فيها طبعا بعد وزير اعلام صعب وسنه صعبه جدا. طب والناس اللي كانت بتقول بعض هم بيطلعوا هجسوا كده في الاعلام ويقول لك الكوره مش هنصلح حالها الا اذا النادي الاهلي طلع من المنظومه دي، انت ترد عليهم تلومهم؟ لا ما هو النادي الاهلي ما هو يعني جزء كبير جدا من المنظومه. من خير النادي الاهلي يا مصطفى، ما تشوف النتائج وسمعتنا عالميا، سيب نادي القرن حتى على جنب، انت عالميا دلوقتي جارديولا كان هنا وقعد يتكلم بيقول كل ما امشي هتلاقي النادي الاهلي النادي الاهلي النادي الاهلي. لا النادي الاهلي حاجه كبيره جدا يعني طبعا. يعني المفروض تبقى الدوله واقفه مع النادي الاهلي وتساعده يا دكتور عبد المنعم، مش اخبي جواب من مدير الاتحاد يخبي جواب عشان المباراه النهائيه اللي تلعب هنا المفروض في مصر، خبي جواب يقول لك اصل احنا ما خدناش بالنا. خدتوش بالكم في ايه؟ ده احنا زي ما بنتكلم على محمد صلاح بنقول هو السبوت الوحيد بره في العالم كله بيتكلم على مصر،
انا شايف والله العظيم بدون محايزه، انا مش متحاز ولا الكلام ده ولا متعصب ولا لا كلام. لا طبعا انا شايف ان النادي الاهلي هو الحاجه الوحيده للرياضه. تصور انت بقى النتائج بتاعت النادي الاهلي دي لو ما اتعملتش الفتره طبعا اللي فاتت. طبعا 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 مفيش، ما عندكش كوره، مفيش كوره عندنا، مفيش كوره. انت فرقه جنوب افريقيا كلها ايه؟ سان داونز مظبوط، تسعه منهم مظبوط، وانتوا اياميكم المنتخب كان معظمهم من عندكم، كان ثمانيه ثمانيه والاسماعيلي كان ثلاثة أربعة بالظبط كده يعني. لا انت تعبيراتك حلوه قوي ما شاء الله. طيب انا يمكن كان فاتني كده في بدايه الحلقه ان انا اتكلم